قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ريم القاضي إنه يجب تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص بشكل عام على غرار نظام الرخصة الذهبية يشمل كافة القطاعات وبدون حد أدنى لرؤوس الأموال. وأضافت أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبا على الكثير من الدول، ما أدى إلى فقدان تلك الدول جزءا من تنافسيتها. توصياتنا كانت أنه مثلا عندي تعدد جهات الولاية على الأراضي، أنا عندي ممكن مستثمر يجي عايز ياخد أرض بيبتدي يتوه ما بين الجهات المصرية، هيروح تنمية صناعية، هيروح جهة أخرى مش عارف الجهة منين. فإحنا كنا مقترحين أن إحنا نكلف الهيئة العامة للاستثمار أن هي تكون الجهة المنوطة بتعامل مع المستثمرين، وتذليل كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص مع جهات الولاية نيابة عن المستثمر.